السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في قناتي عالم حسن نتيجة. واليوم غادي نتقاسم معكم واحد الحيلة انا جربتها شخصيا وعطات واحد يعني شنقول لكم. المهم هاد الحيلة يعني هذا معطر للدوش للدار للحمام لاي بلاصه عندنا في المنزل. فاحنا كنشريو هذوك العويدات فكيكونوا شويه غاليين في الثمن. فهاد الحيله انا جربتها، كنت سمعتها قبل فجربتها وفعلا عطات نتيجه روعه. فسمحوا لي يا بنات، الفيديو ما كانش كامل لان زيت الاطفال طاحت لي يعني ومشى لي داك الزيت كامل. فغادي ناخذوا شي قرعه تكون عندنا يعني يكون ديكور ديالها زوين بطبيعة الحال. نديرو قطرات ديال اي زيت عندنا، زيت عطري والريحة اللي كنستعملو مع زيت الاطفال راه معروف، كنخلطوه مزيان وكنديرو هاد العويدات ديال البروشيت. راه كيتباعو بخمسة دراهم في المكازا ديال خمسة دراهم. ان شاء الله الفيديو القادم غنمشيو غنصور لكم بزاف الحويجات في ديك المكازا، يعني زوينة كتحتاجها كل مرأة. فغنخلطو بنات هاد العناصر كاملة وغنخليوها واحد الساعة أو أكثر حتى كطلع لينا هداك الزيت في دوك العويدات كيطلع الفوق. فملي كنحسو بالعويدات كاملين يعني أنهم هداك الخليط اللي درنا، فكنشعلو بهاد الطريقة كيف كتشوفو كيعطي واحد الرائحة روعة بنات. صد تيقو بيا إلا قلتها ليكم، أنا ميمكنش كيف كنقول ديما أنني نحط شي حاجة ما تيقاش فيها. فكنجربها، أنا سمعتها وجربتها فبغيت نتقاسمها معكم بنات. ففعلا كتخلي ريحة روعة روعة، سيغتو إلا درناها في الدوش لأن هادوك العويدات غاليين صراحة الله. فكنتمنى بنات فيديو اليوم يعجبكم ونتلاقاو فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء بنات.